الموسيقى اتغيرت. عبد الحميد كنتوا 60 واربع اجابات صح ب 20 نقطة، بقيتوا 80. رويال هاوس يوسف كنتوا كام؟ 100 وخمس اجابات صح؟ 25 35 لان في 10 نقط هدية. 135 رويال هاوس. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لفريق واحد بس. أول اثنين مريم وريم، ريم ومريم اتفضلوا. السؤال الأول فنون، مين عذبك هي أغنية الموسيقار مصري راحل، فمن هو؟ من ألحانه وكلمات أنين عزت الهجين، أغنية قديمة مين؟ محمد فوزي، فريد الأطرش. محمد فوزي يعني حد هيقول فريد الأطرش، بنتكلم على ملحن. محمد فوزي، محمد عبد الوهاب مثلا موسيقار الأجيال. الإجابة الصحيحة محمد عبد الوهاب. أنا بقى بزعل لما محدش بيحاول. ماليش الفنون خالص. اتفضل يوسف محمد ويوسف أحمد، يوسف أحمد ويوسف محمد. السؤال الثاني، حل المسألة الآتية، 660 زائد 770 ناقص 220 يساوي كام؟ 660 زائد 770 ناقص 220 يساوي كام؟ 2210. برافو عليك، الهرب الأول. برافو عليك يا يوسف، هدف بلا مقابل. علا لو جاوبتي صح هتاخدي ال 25 نقطة إن شاء الله. الجايين محتاجة تتعدي. السؤال الثالث جغرافيا، في أي محيط تقع جزيرة مهيل؟ الهادي. المحيط الهادي إجابة خاطئة. مساحتها الإجمالية 290 كيلومتر مربع. في إجابة؟ لو ما كانش الهادي يبقى الهندي. طب والأطلنطي راح فين؟ ما جاش في بالي. ما جاش في بالي. خسرت الفريق. يا محظوظة. الهدف الأول. أصغر جزر أرخبيل جزر القمر. ما جاش في بالك. ما كانش الهادي يبقى الهندي. السؤال الرابع، اللي هيخطف الإجابة هيخطف 25 هدف مقابل هدف. السؤال الرابع علوم، كم عدد ذرات الكربون في الصيغة الكيميائية لمركب اليوريا؟ ستة. ستة؟ ده انت كريم قوي. إجابة خاطئة. قلت كمان. مركب بيدخل في صناعة الأسمدة وبعض الصناعات الدوائية. واحد. تستحق ال 25 نقطة. الهدف الثاني. برافو عليك يا عبد الحميد. برافو عليك يا عبد الحميد، لأنها مش تخمينة، دي إجابة. برافو عليك، الإجابة كانت عندك. CH4N2O 105 أبو زعبل البلد، 135 رويال هاوس. 135-105 مدرسة أبو زعبل، عرفوا يرجعوا تاني في المباراة. يونان. إجابة صحيحة. الحمد لله بعد الهدف اللي سجلته حسنا ان احنا بدأنا نرجع في المباراة، وان شاء الله نقدر في عجلة الحظ نقلب نتيجة المباراة.